أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني شنو؟ يعني النار حارة، يمكن أن تتبدل النار تصبح باردة بدون معجزة. قد يكون معجز، لا مو معجز، ما يصير. يمكن أن تنتقل حرارة الماء إلى الثلج يصير الثلج حار، ما يصير. فلن، لن لنفي الأبد، يعني أبدا. فلن تجد لسنة الله، يعني طريقة الله في الحياة. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني ما يتحول من مكان إلى مكان، وفي مكانه ما يتبدل من حالة إلى حالة. النار تصبح باردة، هاي يعني تبدلت في مكانها. النار حرارتها تنتقل إلى الثلج، يعني تحولت من مكان إلى مكان، هذا ما أقول. في التكوين وفي التشريع، لا لله تعالى أمران، أمر يسمى بالتشريع: صلاة، صوم، خمس، حج، البر، صدقة، الإحسان، صلة الرحم. هذا مقدار شعره ما تتغير. يعني شنو؟ يعني أنه مثلا صلاة الصبح أنا عندي وقت زائد أريد أصليها 4 ركعات، غلط، باطل، بمقدار ذرة ما يصير. أنا عندي وقت زائد في شهر رمضان أصوم من الصبح إلى ربع ساعة بعد المغرب، باطل. ولذلك الفقهاء يفتون بأن صوم الوصال باطل. صوم الوصال هو معنى هذا، يعني معناه أن أصوم من الصباح إلى دقيقتين بعد المغرب، لو نويت هذه النية فصومي باطل. في الحج 7 أشواط لازم، 7 أشواط وشبر نوي، باطل. أحكام الله في التشريع لا يتغير ولا يتبدل ولو بمقدار شعرة. نفس الشيء أوامر الله في التكوين، الكون يتغير؟ أبد ما يتغير. بمقدار بوصة الكون ما يتغير. يعني أنه يصير فرد قانون، الله تعالى جعل 4 في 4 ايش كثر؟ 16. فرد يوم يجي 4 في 4 17 يصير، هذا يصير. يصير 4 في 4 15، هذا يصير. أي شيء في قوانين الله، في المعدة، في المزاج، في البحار، في الأنهار، في الأشجار، في العالم الآن أكو. فرد مرة أنا قريت أن في العراق وحدها أكو 13 مليون نخلة تمر، 13 مليون. فرد إحصاء كان للأمم المتحدة أن نخلة التمر في العالم كم وفي أي البلاد. يقول من جملة قبل 10 سنوات قريت تقريبا، يقول 13 مليون نخلة تمر في العراق. فرد نخلة تمر تشتبه تعطي برتقال، صاير هذا الشيء في العالم؟ أو هل حوامل التي بالملايين أكو في كل شهر في العالم ويلدون، فرد مرأة تشتبه تلد أجلكم الله دجاجة، أو تنفقس فرد بيضة وتخرج من هذه البيضة مثلا فرضا قرد. أحكام الله في التكوين وفي التشريع بمقدار بوصة ما يتغير. فلن، لن لنفي الأبد، أكو فرق بين لم. ثم أدري قارين في المدرسة ما قارين، إذا قلت لن أعطيك يعني إلى الأبد، أما إذا قلت لم أعطيك يعني ما أعطيك فرد مدة. لذا في القرآن الحكيم الله قال لموسى لن تراني، لن يعني أبدا، لا في الدنيا لا في الآخرة لا في الجنة لا بهالعين لا بغير عين، مستحيل. ولذا نحن نعتقد المسلمون يجب أن تعلموا 3 طوائف:
شيعة، سنة أشعرية، سنة معتزلة في أصول الدين. في فروع الدين 5 طوائف: مالكي، حنبلي، حنفي، شافعي، شيعي. هذه في فروع الدين، يعني في الصلاة، في الصوم، في الحاج، في الخمس، في الزكاة. هالأشياء 5 طوائف في المذاهب الأربعة ومذهب الشيعي. أما في أصول الدين، يعني حول الله، حول عدل الله، حول هذه الأمور، في المعاد 3 طوائف المسلمين: سنة أشعرية، سنة معتزلة، الشيعة. الشيعة والمعتزلة دائما في أصول الدين معا يتكلمون، السنة المعتزلة والشيعة. السنة المعتزلة والشيعة يقولون الله سبحانه وتعالى مستحيل أن يراه أحد، يعني لا يمكن، لا موسى، لا عيسى، لا نبي الإسلام، لا علي بن أبي طالب، لا المقدس، لا غير المقدس، لا في الدنيا، لا في الآخرة، لا في الجنة، لا في القيامة، لا في النار، مستحيل. من شاف من كل المذاهب الأربعة السنية أكوأتهم معتزلة أيضا. أما السنة الأشعرية، أشاعرة، هؤلاء يقولون الله يرى، يقولون الله قابل لأن يرى في الآخرة، لكن هذا كلام زيف في الفلسفة الإسلامية، زيفه الشيعة وزيفه المعتزلة أيضا من السنة. الشاهد على أنه فرق بين اللام واللن في الأدب. لام يعني ما يصير، ممكن في المستقبل ما يصير. لم ينجح مثلا، أفرض إسرائيل، هذا يعني ما صاير لي هسه، ممكن في المستقبل يصير، ممكن ما يصير. أما إذا قلنا لن ينجح إسرائيل، يعني أبدا إلى الأبد، في هذه الآية الله تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني أحكام الله لا تتغير ولو بمقدار شعرة. كذلك في قوانين الكون، قوانين الكون لا تتغير بمقدار شعرة. كل القوانين الموجودة في الكون، القوانين الرياضية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، حسابية، كل انحراف معناه سقوط، كل انحراف معناه سقوط. إذا أردنا تغيير معنى سقوط. وموازين خاصة لا بزيادة لا بنقيصة أبدا أبدا. فرد وقت دكتور شعبان ما أدري هنا ومو هنا، قبل تقريبا 15 سنة يمكن قاري هذه القصة، لأن في نفس الوقت نشروه في المجلات والجرائد، لأن صار مبحث علمي طبي. فرد سفينة ذهبت إلى البحر للاصطياد، اصطياد السمك، والسفن التي تذهب إلى البحر لاصطياد السمك أحيانا تبقى في البحر شهر، 15 يوم، 20 يوم. سابقا هالشكل كانت، الآن ما هالشكل، نفس الشيء، مع فارق أن السابق ما كانت هالثلاجات الكبار وكذا، فالسمك يصيدوه ويجففوه على السفينة ثم يأتوا بها إلى البلد. هسا أكو ثلاجات كبار، أسماك طازج يجيبوها. هذه السفينة ذهبت في وسط البحر إحدى المحيطات الكبار، سفينة جدا كبيرة عملاقة تصطاد السمك. خب هذول اللي كانوا رايحين كانوا مدين وياهم بطبيعة الحال، قلت الثلاجات ما كانت، ناشفات كانوا مدين وياهم، خبز وهالأشياء، من جملة مدين وياهم فواكه، الفواكه المتعارف. راحت هناك الفواكه بسرعة خب تذبل وتذهب وتتعفن، فرد أسبوع أسبوعين أكلوا الفواكه ويا الأشياء الأخرى انتهت الفواكه مالهم. أخذوا يأكلون شنو؟ يأكلون السمك، سمك شيء طبيعي. سمك أكلوا 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 أكلوا، فرشهر شهرين بقيت السفينة هناك في وسط البحر. فرد يوم طبيب خاص أكو في السفن وقت اللي تذهب للبحار، حتى السفن المال قبل 50 سنة كانت أطباء خاصين في السفينة، لأن أهل البحر معرضين للأخطار والأمراض أكثر من أهل البر، بحر هالشكل طبيعته. في قصة طويلة بهذا الشأن أيضا، أكو سامعين تلويث المياه، من جمل الملوثات للمياه هذا السمك نفسه، هذا يلوث الماء. شلون يلوث الماء؟ أولا جسمه متعفن إلى أبعد الحدود، ثم السمك يتقيأ زائد. أهل السمك يمكن يدرون هذا الشيء.
فالسمك قطعة وساخة من عجيب قدرة الله تعالى. جربوا هذا الشيء، أخذوا سمك خلوه في حوضكم الماء في يوم وليلة يوسخ المكان، أزيد أجلكم الله من الدابة وأزيد من الدجاجة وأزيد من العصفور وأزيد حتى أجلكم الله من الحمار والثور، يوسخ السمك أي طبيعته. فلهذا شاهدت في أنه الأسماك تسبب أمراض للذين يركبون البحر، الأشخاص الذين في البحر هذا المرض أقرب إليهم من نحن الذين في البر. زين لا بأس، هؤلاء بقوا هناك وعدهم طبيب خاص بعد شهر أكثر من شهر ما أدريش كثر، وإذا فرد واحد لثته اللثة أخذ ينفث دمه لم يجي منه. أنا في كل عمري القصيرة والطويل رأيت فرد واحد هالشكل في كل عمري، مع العلم أنا أتتبع هالشكل القضايا وأروح مرضى كذا شيء، فرد واحد أنا شايف فقط في عمري، فرد واحد في البحر أخذ ينفث لثته دمه، لثته دمه. رجع الطبيب، الطبيب طاله أدوية، الطبيب اللي في المركب في السفينة، وإذا الثاني أخذ ينفث لثته دمه، ودول الطبيب الطدوة، ثالث أخذ تنفث لثته دمه، الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع، يجول الطبيب قالوا البراز مالنا أيضا ينفث دم. براز أجلكم الله خروج دواؤه خلص، كل أهل السفينة أبتلوا بما فيهم الطبيب أن برازهم أخذ ينفث دم ولثتهم أخذت تنفث دم. الطبيب قال لهم أولا دوائي خلاص أنا لهذا الشيء واقع، وثانيا أنه أنا ما أدري هذا المرض ما قاري أنا هالقصة، ابتداء هالمرض صار هالقصة، أنا ما قاري هالشكل المرض، مرض فرد واحد ينفث دم أنا قاري، أما مرض جماهير يبتلون بنفس الدم من برازهم أجلكم الله من لثتهم أنا ما أدري. شو نسوي؟ قالوا نرجع إلى البلد. هم طبيعة الحال في السفينة، فرجعت السفينة بسرعة إلى البلد حتى يراجعون أطباء أخصائيين ما أشبه مستشفيات. لما وصلوا هذولا فرد شهر أكثر أقل ما ماكلين فواكه، تفاح وعنب وبرتقال وموز وما أشبه. وفي الحقيقة للإنسان أكو شهية خاصة لهذه الأشياء. الحمد لله إحنا توفر لدينا النعم، فمن تصور أن الذين يفتقدون هذه الأشياء إيش كثر يصير عندهم شهية. هذول لما وصلوا إلى البلد وقعوا في السوق، قبل ما يروحون إلى المستشفى جزر وبرتقال وموز وعنب وما أشبه أخذوا يأكلون، وشفاههم تنفث دم، لثتهم تنفث دم، لكن مو دم يعني ودان يعني كميزاب يعني دم قليل نفث. هذولا لما أكلوا هذه الفواكه أحسوا ماكو شيء، ما يجي دم، ما عرفوا هذا الشيء، حتى الطبيب ما عرف نفسه شنو السبب، ما عرفوا. مثل الآن إنسان يمر بالسالمية ويشرب عصير شلون هالشكل، أكلوا فواكه في السوق تعجبوا لماذا جاء الدم، لماذا انقطع الدم. راحوا يم المستشفيات الأطباء بعد الفحص الدقيق قالوا أكو فرد مادة فيتامين كذا هذه في الفواكه موجودة، انتوا ما اكلتوا السمك على طول الخط، هذه المادة نقصت في بدنكم، وهذه المادة لو تنقص في بدن الانسان يصير ويا انسان نفس الدم. وقال اذا بقيتم اكثر هناك من اذانكم ايضا كان يطلع دم، ومن عيونكم ومن خشمكم، وتدريجيا اجلكم الله من مجرى البول، وتدريجيا حتى من كل السموم في البدن. هذه المادة موجودة في الفواكه، أنتوا لما وصلتوا إلى المدينة أكلتوا الفواكه تلقائيا انتهى الموضوع. فجعل الطب هذا الشيء مصدرا من مصادر علمه. الأطباء 5000 طب الآن تاريخ 5000 سنة، 5000 سنة الآن أكو طب في العالم، والطب يتطور. كان عندنا طب هندي قديم، وثم طب يوناني، الطب اليوناني بعد الطب الهندي، أول الطب الهندي، بعدين صار الطب اليوناني، بعدين بعد الطب اليوناني صار الطب نوعا ما إسلاميا أو عربيا، لأنه لونوه العرب والمسلمون، لونوا الطب لونهم أيضا، زادوا ونقصوا وما أشبه. وكتب أبو علي بن سينا القانون، ولمدة
لمدة 5 قرون هذا الكتاب كان يدرس في كل جامعات العالم، القانون لابن سينا، لأبو علي بن سينا. فهذا الكتاب، كتاب القانون، كان يدرس 5 قرون في معاهد العالم وترجم إلى عدة من لغات العالم هذا الكتاب. الشاهد 5000 سنة الطب ما يدري هذا الشيء، بينما طبيعتك وطبيعتي تدري هذا الشيء، لأن الله جعل السنة فينا هذا الشيء. مثل أنه 1000000 سنة ما كانوا يعرفون شلون يصعدون للهواء، القانون موجود هم ما يعرفون. 1000000 سنة ما كانوا يعرفون قوانين الأمواج الضوئية والصوتية والمادة تحت الحمراء وفوق البنفسجي، ما يدرون موجود هذا الشيء. بعدين اجوا اكتشفوها. 1000000 سنة ما كانوا يدرون أن تحت الكويت نفط أكو موجود، اجوا اكتشفوه اكتشاف. قانون الله هالشكل، هسه علمت أو لم تعلم، وعلمت أو لا أعلم، هذا القانون موجود. والقانون يحكم، القانون الكونية نفس الشيء، القوانين الشرعية نفس الشيء. هذا هو القوانين الشرعية الموجودة في الإسلام وفي أديان الله، عيسى، موسى، إبراهيم، كلهم عليهم الصلاة والسلام، قانونهم مثل قانون الكون، لأن هو الذي جعل هذا القانون في الكون التكويني، نفسه جعل هذا القانون في الكون قانونا تشريعيا، شرعة الصلاة وشرعة الصوم وشرعة الحج وشرعة الزكاة، شرعة صلة الرحم وشرعة بر الوالدين وشرعة الزواج، شرعة الطلاق. الله قال 15 سنة الولد صار عمره 16 سنة بلغ، هذا قانون كون. أكو الدروز، دروز الموجودين في لبنان يقولون أن الإنسان يبلغ وقت اللي عمره 40 سنة. خلو يجي فرد واحد يقول أن الإنسان يبلغ وقت اللي يصير عمره 10 سنوات، خلو قانون الله موجود. مثل أنه إذا أنت قلت أن الثلج حار، قلت قانون الله موجود أبدا لا يتغير. أو قلت أن الثلج مثلا مايع، قانون الله موجود، لأن الله سبحانه وتعالى له كتاب تكويني هذا الكون، وما يشتبه بمقدار الذرة، الكون ما يشتبه أبدا. ولله كتاب تشريعي هو القرآن الحكيم، يعني أخير الكتب القرآن الحكيم، ولا كتب أخرى أكو. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، ما يتغير. كان عنده فرد صديق من أصدقائنا، والد هذا السيد ثابت اللي تعرفوه، هذا رجل طيب، كان الله يرحمه توفى، وكان يحضر صلاة والده على طول الخط، يقف في الصف الأول، ورجل متعبد هم كان، يصلي النوافل أيضا، نوافل يصلي نافلة الظهر، لأن يجب على الشباب أن يعرفوا أن الصلاة، صلاة الصبح 2 ركعة، ظهر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4، هذه الصلاة الواجبة. أما صلوات المستحبة شو كثر؟ 34 ركعة، صبح 2 ركعة قبل الصبح، ظهر 8 ركعات قبل الظهر، عصر 8 ركعات قبل العصر، مغرب 4 ركعات بعد المغرب، 10 ركعات من جلوس بعد العشاء، وفي أخير الليل 11 ركعة، صلاة الليل تسمى هذه. إذن 34 ركعة. وفي الأحاديث أكو أن من علائم المؤمن أن يصلي هذه الصلاة، صلاة 51. وحتى أنت تمشي على البحر، وحتى أنت قاعد، وحتى في السيارة، وحتى تمشي في الشارع، وحتى أنت نائم تحت اللحاف، تتمكن أن تأتي بهذه الصلوات. اللهم وسع عليك مستحباتها، ولو الله أكبر، سورة الحمد فقط، عوض الركوع سبحان ربي العظيم، عوض السجود سبحان ربي الأعلى، بعدين نفس الصلاة إلى التشهد والسلام، وأنت نائم تحت اللحاف جائز لك تصلي هذه الصلاة. هذا السيد ثابت، أبو السيد ثابت الله يرحمه، سيد محمد اسمه، هذا كان متعبد من هالنوع، كان مواظب على الطاعات وعبادات وكذا وشيء من هالقبيل. فرد مرة سمعنا أنه مريض، شاهدنا في هالكلمة صديقنا، أنا ووالديو سيد مرتضى الطباطبائي الله يرحمهم، كلهم ماتوا بس أنا منهم بقى. فإحنا رحنا إلى زيارته، شفنا حالته خربانة نايم، إيه هذا قبل يومين كان في صلاتنا،
شلون حالته خربان؟ وذاك الوقت ما انقسم قبل 30 سنة 25 سنة، ذاك الوقت ماكو بتعارف هالموت الفجاء اللي الآن والعياذ بالله صاير. شيخ شفني نايم وكذا، هاي شلونك؟ قال مأيوس مني. ايه شنو مأيوس منك؟ ما كان عمره هو يمكن 50 اشي في العمر، شلون مأيوس منك؟ قال الطبيب قال مأيوس منك، شبيك تعطى مأيوس منك؟ قال الحقيقة شاهدي في هالكلمة من القصة، انا وياي حموضة، حموضة المعدة، قسم من الناس اكو وقت يتجشؤون يحسون بحموضة، هذا قسم من المعدة هالشكل. واقع عجيب أمر المعدة حقيقة، لو تريد تجمع كل دكاترة العالم حتى يعرفوا المعدة شنو يشتغلون، هم يقولون ما ندري شلون يشتغل معدة، هذا معدتكم معدتي والتي الليل نهار ناكل شيء والحمد لله رب العالمين ولا نحمد الله تعالى. هذا الغذاء من تخليه أحد الدكاترة، هذا اكتشفه أحد دكاترة العرب الكبار، بعدين الآن متعارف في كل العالم. وقت اللي هذا البرتقال راح في معدتك، هذا شنو يصير يتحلل؟ اكو فرد عصير في المعدة يسمى العصير المعوي، دكتور شعبان هم يدري هذا الشيء، واللي قارين في كتب المدرسة يدرون العصير المعوي مثل عصير الأسنان، هذا العصير يطلع من المعدة. منو يولد هذا العصير؟ الله. هذا العصير يطلع من المعدة بعد مدة، وإذا به هالبرتقال اللي يتماكلها تحتوي على هذه البرتقال ملايين أجزاء صغار من هذا العصير، ويجعل هذا البرتقال نصفا نصفا. فالدكتور في الغرب جرب هذا الشيء، هو يقول على أنه أنا شفت أخذت من عصير المعدة جعلته في أنبوب اختبار، خليت قطعة لحم صغير في هناك في نفس الأنبوب الاختبار، جعلت حالة أنبوب الاختبار بالدرجة حرارية تطابق درجة حرارة المعدة. يقول نظرت إليه، أخذت أنظر إليه شنو يصير هذا، أنظر ما صار شيء، نصف ساعة انقضى ما صار شيء، نصف ساعة ثانية ما صار شيء، نصف ساعة ثالثة ما صار شيء. تعجب لأول مرة هو المجرب في النصف الساعة الرابعة، فإذا شفت هذا العصير المعوي في الساعتين بعد اللي خلت اللحم وعصير أطرافه، العصير المعوي مال المعدة مال الأمعاء في أنبوبة الاختبار، يقول شفت ملايين الذرات من هذا العصير المعوي احتوت على هذا اللحم وجعلته نصفا نصفا، مثل فرد جيش أفرض يدرد في بلد ويجعل أهل البلد نصفا نصفا. في قصة طويلة له في الطب، الله جاعل فرد أشياء هائلة حقيقة هائلة وفوق الهول، قانون الله في الكون. هذا سيد محمد شاهدنا، قال أنا وياي حموضة معدة، أكو قسم من الناس مبتلون بهذا الشيء، من يأكل غذاء بعدين الغذاء في معدته يصير حامض، هذا العصير المعوي ما يتمكن ينسفه نسفة لمرض. يقول راجعت فلان طبيب، هو قال فلان طبيب كربلائي، يعني طبيب موجود في كربلاء، يقول هذا الطبيب الكربلائي اعطاني فرد طوز قليل بمقدار 5 غرامات، طوز بمقدار 5 غرامات ايش كثر يصير في فرد ربطة صغيرة، وقال هذا من تاكل الغذاء الى مدة شهر ما ادري ايش كثر، هذا الطوز راس اصبعك، هاي تسمى سبابة، الأصابع لكل إصبع اسم، هذه السبابة، هذا الوسطى، هذا الخنصر، هذا البنصر، لكل إصبع في اللغة العربية اسم خاص، قال إصبعك السبابة هالشكل بلله بليلا خفيفا بلسانك واجعله في هذا الطوز ويبلعه وشوية نصف لاص ماء عليه. هو سيد محمد الله يرحمه ينقل لنا في مرضه بعد ما رأيناه يومين 3 أيام، يقول أنا، هو يقول أنا أعبر تعبيرها تعبير مو مني، قال أنا عرب شنو أفهم طوز هالشكل أكل قليل وفرتشي، يقول أنا أكلت الغداء ظهر كل الطوز شبتي في حلقي غلاص ماي، وإذا حالتي تخربطت فرد خربوطة من ذاك العال، جبنا الطبيب، جابوا الطبيب قال انقضى كل شيء فيه ويأس الناس.
جابوا للجنة أطباء من بغداد، جابوا أطباء كل شيء، ما فاد ومات في نفس الأسبوع وحضرنا تشييعه. أبو هذا الثابت الله يرحمه سيد محمد، الكون هكذا، الطوز اللي لازم هالكثر منه تاكل، إذا بمقدار 5 غرامات منه أكلت كل جسمك يصير فيه نظام، مو في الطوز ولا في المعدة ولا في الجسم، كل قوانين الكون هكذا. قطرة، ذرة، بوصة، شعرة ما يتغير من القديم وإلى الأبد. نفس الشيء أكو في تشريعات الله تعالى، تشريعات الله قال هذا الدعاء لهذا الشيء، هذه الصلاة، هذا الربا، هذا الحرام، هذا الزنا، هذا المستحب، هذا المكروه، كل نفس الشيء، بس أننا نفهم الأشياء الكونية، يعني نفهم 4 × 4 = 16، 5 × 5 = 25، 5 ناقصا من 10 = 5، إذن نفهم، نفهم أنه ضغطنا على هذا الزر الكهرباء اشتعل انعلق، نفهم على أنه سدينا هذا الشيء المروح وقف، نفهم أنه شلنا التلفون يخابر فلان مكان بالأمواج الموجودة، إذن نفهم طبيعيات. التشريعيات ما نفهمها، الله قال صلاة الصبح جارا، روح أجمع الطبيب، الطبيب قال هذا الدواء لك، خلاص هو أفهم منك وهو أفهم مني. قل لي لماذا هذه الحبابي صغار صغار، يقول هذا لبدنك وهذا لبدنك، هذا هو. راح أجمع القانون، راح أجمع المهندس، هنا ما صار قبل 4 أو 3 سنوات شوية، ما أدري المادة اللي في البناية كانت زايدة ناقصة، العمارة انهدمت في أمان الله، العمارة هناك شارع الجهرة، قال المهندس على أنه لازم هذا الشيء بعد ساعة يبقى أو بعد ساعتين حتى ينشف ثم يبنوا عليه طابق ثاني. إذا المستعجلين قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، تسوق بالشارع عمي بعد ربع ساعة أوصل إلى بيتك، على قول ذاك المثل اللي موجود، لا تسرع فالموت أسرع، حقيقة الموت أسرع. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، العمارة خليها بساعتين بعد يبنيها، قال لا بالعجل نسويها الأدمة. قانون كون ما يتغير، أحكام الله التشريعية مثل أحكام الله التكوينية، الصدق زين كل على عين، الأمانة زينة على عين، الخمر مو زين على عين، لحم الخنزير مو زين على عيني، العادة السرية تضرك على عيني، الغنى يضرك على عيني، بر الوالدين ينفع على عيني، صلة الرحم تنفع على عيني، أي شيء قال لك الإسلام والشريعة والدين، لأن هو البروفيسور واقع وبيده التكوين والتشريع. ولذا في هذه الآية المباركة التي تلوناها الله، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.